بغض النظر عن المباريات والهزائم والانتصارات، فقد جعل كأس العالم من روسيا مختلفة. روسيا التي احتضنت مدنها مشجعين من مختلف أنحاء العالم، باتت شوارعها مكانا للتعارف وعمل الصداقات. الجميع يتحدث لغة مشتركة هي لغة كأس العالم وكرة القدم، وكل يغني أغانيه الحماسية والوطنية. أعتقد أننا جميعا إخوة، الجميع سعيد ومستمتع. إنها حفلة كرة القدم عالمية، حفلة كما تشاهد، لا أستطيع قول أكثر من ذلك. الحمد لله ملي جينا كنتلاقاو مع ناس عرب آخرين. هذا الملتقى وهذا العرش الرياضي خلى فيه حب ما بين الشعوب تماما. البلجيك والتوانس الذين ستكون مباراتهم القادمة حاسمة، يبدو الحماس والود واضحين بينهم من دون أي مشاحنات. اللي يتقرب بين الشعوب وتحسن العلاقات وتحسن الثقافات ونتبادلوا، فهمتني ولا لا؟ العلاقات وتبادل الثقافات. شيء عظيم ومبهر، نحن هنا جميعا لنحتفل مع هؤلاء الأصدقاء. نلعب الكرة على الروح الرياضية إن شاء الله، ونعملوا مقابلة باهية وإن شاء الله اللي يربح سحالي. وكان غريبا أن نرى جماهير كرواتيا مع الأرجنتين يتحدثون حول مباراتهم الأخيرة بكل ود. إنما كرة القدم نقضي وقتا جميلا للحديث مع ناس من بلاد مختلفة عن كرة القدم وعن كل شيء، إنه أمر رائع. نحن أصدقاء مع الأرجنتينيين لكننا كنا أفضل. وحيثما تسير في شوارع العاصمة موسكو، تجد الجماهير تتعارف فيما بينها وتلتقط الصور الجماعية. هذا ما يفعله كأس العالم وكرة القدم، صداقة وود وروح رياضية، يتمنى الجميع أن تستمر إلى ما بعد كأس العالم. أحمد بقات والعربية موسكو.